كلفني رئيس الجمهورية شخصيا باه نقدم لك التعزية تاعو والقلبية والخالصة. قال لك عظم الله وجراكم وحسن عزاكم وغفاميتكم، ربي يعطيكم الصبر. هذه بنتنا وكل نسالوا فيها، وبربي ان شاء الله تخرجي من البلاصه هذه ان شاء الله. ان شاء الله ومن تمنيت بنتي تكون معايا، ربي يرحمها، ربي يرحمها ويساليها، والله يجعلنا مع الجنه ان شاء الله. وهي اللي جابت عليها هديه. شيماء سعدو فتاة في مقتبل العمر لاقت حتفها حرقا، قصتها وصلت حتى إلى خارج الوطن. عائلة شيماء التي كانت تقطن بهذا المسكن الهش يتم ترحيلها إلى سكن جديد بعيدا عن مكان يرتبط بذكريات أليمة. ما طبني السكن، أنا ما يعطوني وش يعطوني نفسها ماشي حق بنتي، وأنا نتفق كما قلت أنا موسع فيكم، راني تايقة فيكم وفي العدالة. صافيكم ما ديروش القزاز تتكرر. والدة شيماء وأثناء ترحيلها إلى سكنها الجديد ظلت تردد كلمة واحدة، القصاص، فلا شيء يعوضها عن ابنتها. والسيد رئيس الجمهورية منح لك سكن لائق تستقري فيه انت والعائلة نتاعك، ولدك، وإن شاء الله نخفوا عليك شيئا ما الألم اللي أصاب العائلة. رحلت شيماء وبقيت هذه السيدة مع ألمها، قصة حزينة من بين قصص كثيرة، جرائم قتل أو خطف.